يقول سماحة الشيخ، هل يجوز الاستعانة بالمراصد لرؤية هلال رمضان أو لا بد أن تكون الرؤية بالعين المجردة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز الاستعانة بالمراصد المكبرات للرؤية، ويجوز العمل بالرؤية بالعين المجردة، كلاهما يجوز العمل به، لأن كله رؤية، كله رؤية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سواء كانت رؤيته بالعين المجردة أو كانت بواسطة المراصد، لا بأس بذلك، كله يصدق عليه الحديث.